يا نعيم. بلعبك بترد علي؟ لعبنا لك مو عشان التنسيق. جبت سهلة وايد سهلة. بس وين واحد هذا؟ شوف أخي. ولي. ولي. قهوة. تعال. إيه؟ سد علي الصدى الصراحة. لا 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 تعرف خليه يلعب بوس. ابا شفت انت من ساعي بخي بخي. اركض وقعه. هاي ما تنحط في الفيديو كذي. ما انا مسح. يا حسين. لا 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 لا. يا سلام شوف اللعبة وصل لعيب يا ولد لعيب. اشتغل 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 يبا يصير بروحه. ممل كان عيمي. يلا مصطفى واحد على واحد كل واحد على واحد. ايه لا شباب عيال كمل 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 كمل. سي سي ورا سي ورا. حسيت قدم حاول تلعب باس. بس بلعب لك العب باس مو كل اروحك. اوكي واحد على واحد. نعيم على سيود محمد حسين على حسين علي. بس لاعبك ولا يطوف. بس لاعبك لا يطوف. انا وراك صح صح شباب. نفس الشيء نفس الشيء. حسين تعال. نعيم انت على حسين علي. على حسين علي مالك. سير يمين سير يمين. روح انزل بالجول. بس انزل لعنة الله على القوم الظالمين. يا حسين والله شو هو ما يبي يلعب باس نعرفه. اوكي حاول تلعب يانا باسات مع الحسين شوي. تبغى تشوف روحك عدل بيك. اي بعد سهل سهل سهل. ها هاي صح. وين بتي؟ طلع يلا. هاي بص والله سجل. يا الله كيف صدق انا يدري. بس بتشوت ما يعد. ما يعد يلا حبيبي.
يلا طال 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 الفكرة صح بس اشكرك سيدة ترد لي عشان واحدة انت كيف يا اخي محمد شوفه يتطور ما توقعت يا عباس شوف اوكي حسين ارجع ابو الحسن سواك شعر هو بلا يركض بس يلا صوت واحدة الله عليك واحدة لا تشيلوا بروحكم بلعب لكم خلينا نلعب سدس ما يجع الكرة رد علي رد علي ما تقدر رده زين فكر شوف ما اقدر رده زين يعني هو لو كان فكر قبل كنت سيده بقدر اشوت بس لازم خبره سير سير ها يعني يا رب يشوت زين العب روحك كيف مساحه فاضيه العب روح حسين ما احتاج بعد كل واحدة اقول لك حد حسين الله يخليك حد حسين روح سيد حسين روح حسين عندك الكرة العباس شوف ضاغطني سيد حسين الحين اوكي يلا يا حسين يلا الله متعة ما احتاج على الجول انا ما مخلينا نشوت بعد لعب باس الحين حكيت تبي تركض اضغط افتح لي افتح لي لا توقف افتح يا سمسة ترى جاهز الحين كيف بلعب لك؟ كيف بلعب لك؟ العب لك بعدين افتح لك بعدين ما تلعب لي. شو الفائدة؟ ترى ما انا بس وياك.
يتفتح لك. شو هذا بفكر وايد؟ العبي انا باسات يا اخي، ثلاثة احنا بس. الحين كيف انا احسن علي بس عليه؟ مصطفى ايش قرب يعني؟ ريال بلعب لك بترد علي؟ لعبنا لك مو عشان تنسير. شفت سهلة وايد سهلة. اوكي تقدر تسير بروحك. الله احلى شيء ولا بروحك تركض؟ جاوبني يا اخي، ما نلعب نحن يعني. وين مستعجل تروح؟ شو لو انك تعبان لعب باسات يا اخي. ايش ما تلعب باس؟ ترى هلكت لان كله تبغى تركض روحك وياك اثنين. ما في فايده عمي؟ ما